بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، مستمعين الكرام، هذه الانطلاقة انطلاقة الشوط السادس، والشوط السادس خاص أيضا بالإذاعة الإبكار، الإذاعة المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله، نتمنى للجميع مشاهدين الكرام. هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول الثلاث في موقع واحد، لكن تقدم هنا ايضا الذي تقدم مشاهدي الكرام وخذت المركز الاول في هذه اللحظات الواصله، اخذت المركز الاول السيد حمد بن سالم بن سليم ماخذ المركز الاول، بينما المركز الثاني تليها مباشره حشيمه لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر السيد محمد بن عبد الله بن حميدان، والمركز الثالث بنشوف المركز الثالث مشاهدي الكرام الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز الرابع بنشوف المركز الرابع همس للسيد محمد بن علي بكليب خذت المركز الرابع، والمركز الخامس بنشوف المركز الخامس اللي غيرت خذت المركز الرابع اللي هي خيره للسيد فريح بن راشد العمراني ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس هذه المركز الخامس مياسة للسيد بطيب بن علي بن واس خذت المركز الخامس، والمركز السادس بنشوف المركز السادس اللي قادمه الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز السابع مزن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية في التضمير، والمركز الثامن اللي غيرت خذت المركز الثامن الشاهينية لسيد محمد بن طارش بن مبارك الحميري، والمركز التاسع بنشوف المركز التاسع شعار بن عمران شعار حمد بن راشد بن عامري بن سعيد بن عامري مشاهدي الكرام اللي اخذت المركز اللي هي الظبي، والمركز هناك العاشر بنشوف المركز العاشر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر السيد محمد بن عبد الله بن حميدان. هذه النتيجه مشاهدي الكرام للعشره المراكز الاولى في هذا الشوط. وهناك وين؟ هناك وين اللي غيرت اخذت المركز الاول؟ هناك لمحمد بن علي بن كليب الذي اخذت المركز الاول مشاهدي الكرام، ماخذ المركز الاول همس للسيد محمد بن علي بن راشد بن كليب اللي اخذت المركز الاول، والمركز الثاني تليها مباشره المركز الثاني خيره للسيد فريج بن راشد العمراني اخذت المركز الثاني، والمركز الثالث اصبح من نصيب المركز الثالث اللي هي مياسه للسيد بطي بن علي بن واس، والمركز الرابع بنشوف المركز الرابع حشيمه لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، ضمن السيد محمد بن عبد الله بن حميدان، والمركز هناك الخاص السادس اللي قادمه المركز الخامس مشاهدي الكرام اللي غيرت خذت المركز الخامس شاهينيه للسيد محمد بن طارش بن مبارك الحميري، والمركز السادس اللي قادمه الظبي للسيد حمد بن راشد بن عامري، والمركز الثامن مشاهدي الكرام بنشوف المركز الثامن اللي ماخذ المركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان محمد علي بن راشد بن حمد الغدير ضمنها، والمركز التاسع الواصله للسيد حمد بن سالم سليم، والمركز العاشر لسمو الشيخ حمدان محمد عامر بن دعهوس المنصوري ضمنها. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للثلاث المراكز العشره المراكز الاولى مشاهدينا الكرام، ولكن هناك على مقدمة الشوط اللي غيرت وخذت المركز الأول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اللي هي خيرة للسيد فريج بن راشد الوامدة العمراني اللي ماخذ المركز الأول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني تليها مباشرة همس السيد محمد بن علي بكليب ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث مياسة بطي بن علي بن واس، والمركز الرابع هناك حشيم لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان في التضمير. هذين الخمس المراكز الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء، وين هناك على المركز الاول؟
وين على مقدمة الشوط؟ وين 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 وين, وين مشاهدينا الأعزاء؟ هذه اللي ماخذ المركز الأول خيرة خيرة للسيد فريج بن راشد العمراني ماخذ المركز الأول. ما شاء الله، منو بيلحقها؟ منو بيوصل؟ بشوف اللي بيوصل على المركز الأول. مشاهدين الكرام، هذه الثانية، الثانية مشاهدين الكرام الذي قادمة مياسة، قادمة مياسة لبطي بن علي بن واس ماخذ المركز الثاني، وعينه على المركز الأول، عينه على المركز الأول. يلا يا بن واس، يلا يا بن واس، يلا يلا بنشوف. لكن خلاص الثنتين مشاهدين الكرام منافسة قوية بتكون بين الثنتين، ولكن هناك على المركز الأول مياسة، مياسة وهناك خيرة، مياسة وخيرة، خيرة ومياسة. العمراني يا العمراني، العمراني يا العمراني، العمراني يا الله يعمر دارك يا رب العالمين. يلا روح مع المركز الأول، روح مع المركز الأول. خلاص تهانينا والناموس مشاهدين الكرام السيد فريج بن راشد العمراني على فوز خيرة في المركز الأول. المركز الثاني مياسة للسيد بطي بن علي بن واس، والمركز الثالث حشيمة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد سيد مخدوم. المركز الرابع الشيخ حمدان محمد. المركز الخامس، المركز الخامس أنهار للسيد ديمع بن عبيد بن حميدان. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، الخمسة المراكز الأولى. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام للجميع.